أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قرأت في كتاب في قول الله جل وعلا: والعصر. قال المفسر: التقدير ورب العصر. فهل هذا التأويل صحيح؟ لا، ما حاجة إلى التقدير هذا، لا حاجة إلى هذا التقدير. الله أقسم بالعصر وهو من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وأقسم به لأهمية الوقت. الوقت ما هو سهل، له قيمة، له ثمن. نعم.